بس هو 100 اي باوند، وقع في الربع الثالث وقف 2 400 على المحور الراسي الاسفل، وقف 3 ب 600 اي باوند ربع الرابع. خلاص عايز يجيب المحصله، عايز زاويه ميل المحصله عكس عقارب الساعه. سوليوشن، هنبدا نعمل تحليل القوة. القوة ديت تبقى تحليلها 700 كوزين 30 على محور الاكس، وهنا 700 ساين 30، لان السهم داخل النقطه يبقى المركبات هي كمان داخل الايه النقطه. اف 2 مش محتاجه تحليل، اف 3 هيبقى عندي هنا مركبه عباره عن 600 3 على 5، لان ال 3 هي اللي بتوازي محور الاكس، وهنا 600 4 على 5. نبدا نجمع سمشن اف اكس سمشن اف واي. قالوا على محور اكس ده كده سالب 700 كوزين 30، وده راح للموجب زائد 600 3 على 5. بالنسبه لمحور الواي كله بالسالب، يبقى سالب 700 ساين 30 ناقص 600 4 على 5 ناقص 400. بالنسبه للسمشن قوه في اتجاه الاكس، سالب 246 واتنين من عشرة اي باوند. سوميشن قوة في اتجاه الواي سالب 1230 اي باوند. يبقى عندك المحصلة اف ار هي عبارة عن الجذر التربيعي، سوميشن اف اكس تربيع ده سوميشن اف واي تربيع، تساوي الجذر التربيعي سالب 246 واتنين من عشرة تربيع زائد سالب 1230 تربيع. يطلع معاك المحصلة بتساوي 1254 اي. الثيتا ار تقع في الربع الثالث لان المركبتين بالسالب، يبقى 180 زائد 10 ماينس 1 سمشن اف واي على سمشن اف اكس بيساوي 180 زائد 10 ماينس 1 1230 على 2246 و2 من 10، يبقى معاك زاويه ميل المحصله 259.